ببدايات القرن الماضي وبعام 1901 بالضبط، تم العثور على آلة غريبة بأعماق البحر بالجزيرة اليونانية اسمها أنتيكيثيرا. العلماء وقت اتفقوا على أنها آلة فلكية، لكن احتاجوا لأكثر من 100 سنة لتمكنوا من حل اللغز وفهم كيفية عمل هالآلة الغريبة. الآلة بيرجع تاريخها لعام 60 قبل الميلاد، يعني أكثر من 2000 سنة، وتبين أنه كان عملها هو تحديد أوقات كسوف الشمس وخسوف القمر بدقة واتضاح حركة الكواكب، بالإضافة لتحديد مواعيد انطلاق الألعاب الأولمبية بطريقة حسابية معقدة، مما دفع العلماء لاعتبارها أول كمبيوتر بالتاريخ. هالتسمية لآلة الأنتيكيثيرا بأول جهاز كمبيوتر هي مجازية، لكن العالم كمان مختلف بتحديد مكان ظهور أول جهاز كمبيوتر ما بين أمريكا وألمانيا. ألمانيا بتقول إنه المهندس الألماني كونارد زوسي هو أول مخترع لجهاز كمبيوتر بالعالم، وكان اسمه زيدفري عام 1941، وهي عملياً آلة حسابية ضخمة قابلة للبرمجة، ولهيك اعتبروها أول كمبيوتر. كان زد 3 بحجم خزانة وفي تقريباً 2000 وصلة، وكان يتم برمجة الزد 3 بواسطة برامج موضوعة على كروت مثقبة. بينما بتقول جامعة بنسلفانيا إنه هي صاحبة أول كمبيوتر بالعالم باسم إنياك. قام فريق من الجامعة باختراع هالجهاز لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، واستمر إنياك بالعمل دون توقف حتى عام 1955، وكان وزنه حوالي 30 طن، وبيشغل بغرفة مساحتها 8 أمتار مربعة، وبيحتوي على 18,000 صمام الفرغ من الهواء و 50,000 وصلة. من بعدها استمر العمل على تطور الكمبيوتر، وقدم اختراع الترانزستور ولاحقاً الدارات المتكاملة ختمة كبيرة لتقليل حجم الكمبيوتر تحت اسم IBM 610، وكان صغير الحجم وممكن وضعه بمكتب ومزود بلوحة مفاتيح. أما شركة أبل فطرحت أول أجهزتها سنة 1977 باسم أبل 2، وكان شكل الكمبيوتر بلش يشبه يلي بنعرفه اليوم بشاشة ولوحة مفاتيح، وبيستخدم لغة بيزك للبرمجة. وبيعتبر كمبيوتر زيروكس ستار اللي ظهر عام 1981 هو الشكل المعتمد لكل شيء كمبيوتر الشخصية ظهرت بعد هيك من ناحية الشكل، وظهرت معه الفارة أو الماوس. وبعام 1983 وضعت مجلة تايم صورة الكمبيوتر الشخصي على غلافها تحت عنوان آلة العصر. الكمبيوترات اللي ذكرناها هي الأشهر، لكن بهي الفترة كان في سباق محموم بين الدول والعلماء لتطوير الكمبيوتر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية للسرعة الكبيرة بتطوير هالجهاز وصولاً لللابتوب والتابلت حالياً.